تحية طيبة، أهلا بكم في لايف والذي سنناقش فيه. توالي ردود الفعل بعد إعلان عملية تحرير العاصمة. أهلا بكم إلى لايف. بطلب من المملكة المتحدة يلتئم مجلس الأمن الدولي مساء اليوم في جلسة تشاورية طارئة لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا وفق ما أكدته مصادر دبلوماسية في نيويورك. الجلسة التي ستكون مغلقة أمام وسائل الإعلام ستشمل إفادة من المبعوث الأممي غسان سلامة ونائبته ستيفاني ويليامز حول تقديراتهما للموقف في ظل التحركات التي قامت بها قوات الجيش الوطني وحكومة الوفاق خلال 24 ساعة الماضية. ومن المنتظر أن يصدر بيان مقتضب عن رئاسة المجلس في نهاية الجلسة التي من المتوقع أن تمتد لساعتين. من جانبه طالب الكرملين بضرورة لجوء أطراف النزاع في ليبيا إلى حل أزمة البلاد سياسيا مؤكدا أن موسكو ليس لديها أي خطط لتقديم دعم للقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر. أشدد الكرملين في بيان له اليوم الجمعة على تجنيب ليبيا إراقة المزيد من الدماء في إشارة إلى المخاطر التصعيد العسكري الحاصل على تخوم العاصمة طرابلس، منوها بأن موسكو لا تلعب أي دور في الأحداث التي تشهدها ليبيا مؤخرا. يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية كانت قد أعربت عن أملها في تجنيب السيناريو العسكري في ليبيا وأن موسكو تعمل على تحقيق تسوية للأزمة الليبية دون لجوء للخيارة العسكرية. أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إلى أن بلادها تعمل منذ سنوات لتحقيق تسوية الأزمة الليبية عبر الطرق السياسية الدبلوماسية. سارعت ردود الفعل الدولية إلى دعوة الأطراف في ليبيا للتهدئة مشيرة إلى أن الحلول السياسية للأزمة هي الضامن الحقيقي لإنهاء الصراع. التقرير التالي يرصد المزيد. توجهت البوصلة الدولية إلى ليبيا لمراقبة الأوضاع الميدانية التي تشهدها منذ أيام، ونتج عنها بيان مشترك لفرنسا وإيطاليا والإمارات وبريطانيا وأمريكا طالبت فيه الأطراف في ليبيا بوقف التصعيد، مشيرة إلى أن الأزمة الليبية لن تحل بالطرق العسكرية. سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا كان لها بيان منفصل أدانت فيه بشدة ما وصفته بالتصعيد، وكررت دعوة الأمم المتحدة لضبط النفس، ومن بعدها جاء تحذير الاتحاد الأوروبي من مواجهة وصفها بأنها قد فقدت السيطرة على الوضع العام في ليبيا. رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية ماتيو سالفيني عبر عن قلق بلاده من تسارع الأوضاع الميدانية في ليبيا مطالبا بالحلول السياسية، ومن جهتها دعت حركة خمس نجوم الإيطالية لتفعيل غرفة التحكم المشتركة بين الولايات المتحدة وإيطاليا حول ليبيا لإيجاد حلول دبلوماسية. لم تقف المملكة المتحدة إزاء هذا السيل الجارف في البيانات الدولية، فقد عبرت عن قلقها هي الأخرى داعية جميع الأطراف لضبط النفس والعمل لإنجاح الملتقى الوطني، وانضمت لها بعد ذلك سفارة كندا في ليبيا والتي طالبت بتخفيف حدة التوترات وضرورة الحوار السياسي برعاية أممية. الخارجية المصرية كان لها بيان ليلة أمس أكدت فيه عن موقفها الدائم لدعم جهود الأممية في ليبيا مشددة على ضرورة مكافحة الإرهاب، وأعربت عن قلقها من الأوضاع الميدانية مطالبة بضرورة التمسك بالحلول السياسية للأزمة. لم تكتفي بوصلة المجتمع الدولي بالبيانات وحسب، وكان هذا بعد أن طالبت بريطانيا بعقد جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا لعله يطفي نار الفوضى والفساد والمضي قدما بعدها إلى دولة مستقرة. أمير القوات الخاصة لواء نيس محمد قال في كلمة له أمام الجنود المكلفين بالمشاركة في عملية تحرير طرابلس أن مهمتهم قتال المجرمين والإرهابيين فقط. أطالب محمد الضباط والجنود بالمحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة والمحافظة على أمن المدنيين. عاملنا نحن كمسلمين، لكن قش على حوش، قش على مزرعة، حصل نقطة صفر تقول هذه ورشة والله حوش هذا مكان تمركزي، لا ممنوع. عسكري، قيافة عسكري كاملة، نلتزم بالأخلاق، نعامل معاملة حسنة لكل الناس. نحن مهمتنا اللي يرفع بندقيته وبيقاتل وبيخرب ليبيا، هذا نحن جايين بقص وقص من الجدورة. أي واحد مهما كان شكله مهما كان نوعه،
يبي يخرب حاجة اسمها ليبيا ولا إرهاب في ليبيا، نحن اللي جايين ولكن مواطن راهم هلكم، عندكم عرب، عندكم نساء، مدارس، شوارع، لابد المعاملة بحسن الخلق وحسن الأدب، وتدرك أنك فعلا ليبي حر تحافظ على الآداب والأخلاق العامة وغيره. قال وزير داخلية الوفاق فتحي بشاغة خلال مداخلة له في قناة الحرة إن إعلان المشير حفتر انطلاق عملية تحرير طرابلس جاءت بعد تلقيه الضوء الأخضر من إحدى الدول العربية، مؤكدا أن هذه العملية ستكون فاشلة. يعتقد أن دولة عربية هي التي باركت هذا الهجوم، يعتقد، وليس والمعلومات لم تتأكد بعد. دولة عربية ربما دخلت على الخط أخيرا أو كانت من البداية ربما أعطت الضوء الأخضر للسيد حفتر الانطلاق للعاصمة، ولكن أبشر أن هذه العملية سوف تكون فاشلة. وما يؤسفني في هذه العملية أن دماء ليبية من كلا طرفين سوف تهدر، سوف يعني وأرواح سوف تزهق. هذا ما سيتم نقاشه اليوم في لايف مشاهدينا الكرام. الحراك العسكري في تخوم العاصمة طرابلس وعملية تحرير العاصمة التي أطلقها الجيش الوطني، إضافة إلى التقدمات التي أحرزها الجيش الوطني أو سار فيها خلال الساعات الماضية في وتيرة متسارعة. بدأ الحراك الذي انطلق من خطوط الانطلاق من الجفرة حيث هون وسوكنا وودان باتجاه مدينة غرينة، دخلوها سلميا، وكان لواء عبد السلام الحاسي موجود فور الدخول إلى غريان هناك في المدينة أيضا. إضافة لذلك خط آخر انطلق من منطقة الشوارف وصولا إلى بالتحديد إلى منطقة تينيناي في مشارف مدينة بني وليد، إضافة إلى خط آخر حاول الوصول إلى طرابلس انطلق من مدينة صبرتة وتمركز في صرمان وعلى تخوم مدينة الزاوية، ثم بات الشد والجذب بين الكتائب الأمنية وقوات الجيش الوطني على البوابات المؤدية إلى طرابلس وبوابة 27 التي تمكن أو استطاع الجيش خلال ساعات محدودة من السيطرة عليها، لكن ما هي إلا ساعات حتى تمكنت قوة حماية طرابلس من إعادة هذه البوابة إلى ما كانت عليه، ثم عاد من جديد الجيش الوطني السيطرة على هذه البوابة، ثم تمكنت قوة حماية طرابلس من إعادة السيطرة على هذه البوابة من جديد. وكانت في ساعات صباح اليوم الأولى السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي قد وصل أيضا إلى بوابة 27، هنالك عدد من الأسرى التي تم القبض عليهم في هذه البوابة. وللحديث أكثر من جوانب عدة سياسية وبالتحديد سياسية وتحديد والموقف بشكل عام، بداية نستقبل معنا سيد محمد شبار المحلل السياسي مهتم بشأن العام من طرابلس. مساء الخير سيد شبار، أهلا بك معنا في لايف. أهلا وسهلا بك حسين. أهلا بك. الموقف السياسي الآن كيف تقرأه من وجهة نظرك، هذا الحراك العسكري الآن والشذ والجذب السياسي وهذه التصريحات النارية من كلا الطرفين؟ طبعا للاسف الشديد كل هذه العمليات العسكريه قوضت العمليه السياسيه بشكل واضح وكبير جدا، وهذا اتى من خلال التصريحات سواء كان هذا الطرف او ذاك. النقطه الاخرى التي نوه اليها السيد غوتيريس في المؤتمر الصحفي الاخير انه سيتم تاجيل المنطقه الوطني الجامع، وهذا باعتقادي هو يعني تقويض كبير جدا للعمليه السياسيه. ايضا خيبر امل كبيره وواسعه جدا على مستوى هنا في طرابلس، وكذلك ايضا اغلب من المدن المدنيه التي كانت تتطلع الى ان التسويه السياسيه ستقر في منطقه الوطن الجامع والذي يستطلع عليها ايام فقط. طبعا للاسف الشديد ابناء الوطن الواحد طبعا يتصارعون من جديد على بوابات وعلى مراكز يعني مؤسسات حكوميه وعلى مدن وعلى مناطق وعلى طرق. للاسف الشديد هذه الصراعات
لا تصبر عن شيء، لا تتقدم ليبيا ولا الليبيين بكل هذه التصرفات بشيء. اعتقادي ان هذه العمليه لم تكن محسوبه بشكل جيد. للاسف الشديد ايضا ثقه المواطن اليوم في المجتمع الدولي انهزت بشكل واضح كبير، خصوصا ان بعثه الامم المتحده كانت تقول كل الليبيين الى ملتقى وطني جامع منذ اكثر من سنه في مسار تشاوري وضع فيه الليبيون الحقيقه اغلب مطالبهم فيما يتعلق بالمؤسسه العسكريه، المؤسسه التشريعيه، المسار الدستوري، توحيد المؤسسات المركزيه. للاسف الشديد ان كل هذه التطلعات وكل هذه الطموح تتهاوى امام كل هذا التصعيد العسكري الذي الحقيقه سيذهب ضحيته الشباب الليبيين، الشباب الذين يطمر ان يكونوا معه البناء معه من اجل الاستقرار ومن اجل الامن لتحقيق الاستقرار في ليبيا. المجتمع الدولي للاسف بدا الليبيون يفقدون ثقتهم في المجتمع الدولي، بداوا يفقدون ثقتهم في بعثه الامم المتحده وهيئه الامم المتحده امام يعني هذه الصراعات بمقدور طبعا هذه هيئه الامم المتحده توقف كل هذه الصراعات بخطاب او بقرار واحد من مجلس الامن باعتبار ليبيا تحت الخط السابع حتى هذه اللحظه. نعم. للاسف الشديد دائما تاتي بعثه الامم المتحده بوقت متاخر جدا، يعني ما هي ما هي المكاسب التي سيحققها الليبيين في مثل هذه المواجهات؟ باعتقادي ان اليوم يجب ان نحتكم الى صوت العقل، نحتكم الى صوت الحكمه من اجل الحفاظ على مقدرات الدوله، من اجل الحفاظ على شباب حقيقه يكونوا معول بناء لا معول هدم كما يحدث في مثل هذه الاحيان. نعم. اسمح لي نشرك معنا في الحوار السيد كامل المرعاش المتابع للشأن العام والمحلل السياسي ايضا معنا، اهلا بك سيد كامل في لايف. اهلا وسهلا، تحيه لك ولضيوفك وللمشاهدين الكرام. نعم اهلا بك. هذه التحركات الان يعني والخطوره على حياه المدنيين في ظل هذه البيانات المحليه والدوليه بشان عدم التصعيد العسكري وضروره البحث عن حل سياسي، كيف يمكن لملمت الموقف؟ في الواقع لو نظرنا إلى تحرك الجيش الحر الليبي منذ بداية عملية الكرامة كانت تستهدف التنظيمات الإرهابية في درنا وبنغازي والهلال النفطي، وهذه التنظيمات بالفعل تمت معارك طاحنة معها وربما كان هناك ضحايا مدنيين في العمليات القتالية، لكن المسألة تتعلق بمحاربة الإرهابي الذي يمسك سلاح فيه. ليس هناك حوار آخر إلا مواجهته بالحرب، هذه النقطة. النقطة الثانية، لو رأينا تمدد الجيش إلى جنوب غرب ليبيا ومن جنوب غرب ليبيا قطع مسافة يمكن أكثر من 700 كيلومتر ومر على قرى وبلدات ومدن دون ان يحدث قتال فيها ولا حتى يعني ضحايا مدنيين، بل وجد ترحيب كبير من السكان و يعني الناس الذين يعيشون في هذه المدن لانهم ضاقوا درعا من الفوضى. الان اختلف الامر الى وصلت حتى مدينه غريان باعتبار انها حاضره كبيره لم يحصل فيها قتال، يعني دخلها الجيش بترحيب من اهلها، وهنا اقف لي أشكر أهل غريان على هذا الموقف الرائع لاحتضانهم للجيش الوطني. الآن طرابلس طبعا مشكلة ليبيا أو عصب مشكلة ليبيا وأزمتها هي طرابلس. لماذا؟ نعم. لأن طرابلس توجد فيها كل المؤسسات السيادية، يوجد فيها المال، يوجد فيها السلطة، وهذا جعلها مدينة أو عاصمة تحتكر السلطة، تحتكر المال، تحتكر القرار. ليبيا التي تزيد مساحتها عن 1,750,000 كيلومتر مربع. نعم. هذه المصلحة هي التي جعلت هذه الميليشيات
سواء منها الجهوية أو حتى النفعية أو المؤذلجة أن تقاوم الجيش وأن تحافظ على مصالحها، لأنه لديها مصلحة باستمرار الوضع الراهن. نهبت غسان سلامة تحدث عن ذلك، قال أنه كل يوم يولد مليونير جديد. فأنا أتصور أنه هذه الميليشيات لن تسلم بسهولة هذه المكاسب، وخصوصا أن لديها علاقات ببعض الأطراف الإقليمية التي تتربص بليبيا ولا تريد لها الاستقرار. وبالتالي أنا أتوقع أن المعركة مع الجيش الوطني الليبي لن تدوم طويلة، وإن كانت ستكون قاسية جدا. إلى الآن الجيش يتجنب الدخول في مواجهات مع هذه الميليشيات في الأحياء المختصة كان لتجنب وقوع ضحايا مدنيين، ولكن حال أن هذه الميليشيات تتحصن وتتخذ من السكان دروع بشرية لحماية نفسها من ضربات الجيش، أنا أعتقد أنه العمليات الجراحية لابد منها، وقد يكون هناك ضحايا مدنيين بكل أسف. اسمح لي سيد كامل، يعني في حرب 30 يوم بين حتى هذه المجموعات التي كانت تتماحى فيما بينها، وشاهدنا في عدة مرات في طرابلس هناك صدمات حتى بين الميليشيات. طيب سيد كامل، يعني هناك وكان هناك ضحايا مدنيين في ذلك الوقت. ما المقصود بمكافحة الإرهاب أو القضاء على الإرهاب؟ يعني هكذا مسمى بعض، يعني فضفاض بعض الشيء. لتسمية الإرهاب يجب معرفة التصنيف. ليس فضفاضا. إذا رجعت إلى تاريخ طرابلس، نعم، هناك العشرات من الخلايا الإرهابية النائمة والتي من حين لآخر تضرب في يعني المؤسسات الدولة وفي أكبر مراكز القرار في مؤسسة الدولة. هل نسيت يعني اعتداء كورنتيا؟ هل نسيت الاعتداء على المؤسسة الوطنية للنفط؟ هل نسيت الاعتداء على المفوضية العليا للانتخابات؟ هل نسيت الاعتداء على مقر وزارة الخارجية؟ وكثير وكثير من العمليات التي قامت بها هذه التنظيمات الإرهابية. يجب أن نعرف أن جزء كبير ممن يقاومون الجيش هم تنظيمات إسلامية إرهابية متطرفة، توجد في طرابلس، توجد في الزاوية أبو عبيدة شعبان هدية الزاوي، هذا إرهابي لديه ميليشيا إرهابية، والجيش جاء ليحارب هؤلاء أولا، ثم سنحارب دواعش أيضا المال العام، وهم الذين لا يقلون يعني أهمية وخطورة وإرهاب عن الآخرين. هذه الفوضى هي التي ينتعش فيها الإرهاب، وبالتالي هناك معركة ضد الإرهاب. نعم، في طرابلس هناك خلايا نائمة، هناك من يدعو إلى قتل الجيش الوطني الليبي من على منابر المساجد في طرابلس دون أن يتعرض لأي مسؤولية، سواء من القضاء أو من الجهات المسؤولة في طرابلس، بل يرحب به. كيف يمكن أن يكفر الناس ويدعو إلى قتل الجنود الليبيين ويقول أن من قتل جنديا هو شهيد وقتل الجيش في النار؟ هذه الفتاوي فتاوي إرهابية، ومن ينطق بها هو إرهابي، والجيش جاء لهؤلاء الإرهابيين لتطهير طرابلس من هؤلاء الإرهابيين. نعم، طيب دعنا نستمع من جديد إلى سيد محمد شبار، ووجهة نظر ربما تكون مختلفة. سيد كامل، سيد شبار، استمعت إلى ما يقول سيد كامل باعتبار أن هذه المجموعات في طرابلس جزء منها مؤذلج وجزء آخر غير مؤذلج، أو ربما تكون كلها مؤذلجة. المعطيات على الأرض ألا تختلف؟ ألا يطلب هؤلاء أيضا جيشا وشرطة؟ ألا يحاول السراج أيضا لم هذه المؤسسة والبحث عن مؤسسة حقيقية؟ ما هو رأيك في هذه النقطة بالتحديد سيد شبار؟ طبعا المحاولات لإنشاء جيش وطني في ليبيا بدأت يعني منذ وقت طويل جدا، يعني منذ أكثر من 8 سنوات، وللأسف كل المجهودات كانت مجهودات غير فاعلة على الأرض، باعتبار أن هناك تدخل أجنبي كبير وواسع جدا. طبعا هذا التدخل يعني، وهذا يعني تقارير عن الخبراء الأمم
المتحدة هذه التقارير تفادى أن هناك 10 دول ذهبت إلى تشكيل مجموعات مسلحة في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب. هذه المجموعات أصبحت مجموعات متصارعة من أجل الوصول على السلطة لنهب مال الليبيين، وهذا أعتقد يعني شيء واقعي وملموس وأغلب الليبيين يعلمون كل هذا. إذن الصراع اليوم هو صراع من أجل الوصول إلى السلطة، بالرغم أن الكل ينعت الآخر بأنه إرهابي وأنه مؤدلس وأنه غير وطني وأنه ينتمي إلى مجموعات. للأسف الشديد هذا التدخل الأجنبي الواسع جدا خلق هذه الصراعات وأطال عمر الأزمة بشكل واضح وكبير جدا، في وقت الحقيقة كان بمقدور كل هذه التوجهات وكل هذه المجموعات الجلوس على طاولة واحدة وتوحيد كل هذه القوى المسلحة وهذه المجموعات المسلحة ويحكمها القانون ويحكمها الدستور، وهذا أعتقد أنه شيء متاح وممكن جدا الوصول إليه. أما في حال إذا كان كل طرف يريد أن ينعت الآخر بأنه إرهابي وأنه مؤدلج وأنه يبدي هناك عمليات حدثت وهناك عمليات، أعتقد أن هذا الأسلوب لن يكون له أثر فيما يتعلق بتوحيد إدارة الدولة، توحيد المؤسسة العسكرية بشكل واضح وبشكل مهني وبشكل شكل كل تطلعات الليبيين من أجل صناعة الاستقرار والأمن في ليبيا. بالتأكيد أن كل الليبيين يحاولون الإرهاب في الشرق في الجنوب في الشمال، وكل حقيقة يعني تبرع يعني تجرع من هذا الإرهاب سواء كان في مدينة طرابلس مدينة نعم كل المدن حقيقة في مدينة الزيتون في مدينة كل نعم. المدن يعني أصابها ما أصاب فيما يتعلق بالعمليات الإرهابية، وللأسف أن أغلب أفراد العمليات الإرهابية كانوا في الأجانب. إذن من يقف وراء كل هؤلاء؟ هل الليبيون لهم قدرة على صنع مثل هذه الفوضى؟ وهذا السؤال مهم جدا. الليبيون ناس بصفاء بمختلف توجهات لا يستطيعون صناعة فوضى من مثل هذا الحجم، وليست لهم القدرة على مثل حتى توليد الأسلحة وتوليد كل هذه العتاد الذي دخل إلى ليبيا منذ سنة 2011. بالتأكيد أن هناك منظمات أجنبية ودول أجنبية تريد أن استمرار الفوضى في ليبيا، لا تريد أن تحقق الاستقرار، لا تريد أن يعني ينعم الليبيين بمثل بمقدراتهم الموجودة اليوم. أصبحت الحقيقة طيب. يعني فرصة للأسف والسن نعم. اسمح لي نشرك معنا أيضا الدكتور مسعود السلامي أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي أيضا لمعرفة رأيه فيما يتعلق بردود الفعل الدولية حول ما يحدث في من حراك عسكري. أهلا بك معنا دكتور مسعود. أهلا وسهلا بك، شرفت بك الأستاذ عبد الحكيم، مرحبا. نعم أهلا بك دكتور مسعود. الآن في ظل هذه البيانات الدولية والواسعة حول ضرورة التهدئة الآن ووجود أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ليبيا، بالأمس كان في طرابلس واليوم في طبرق والتقى في جانب من الجوانب والتقى أيضا السيد المستشار عقيلة صالح، برأيك كيف يمكن أن يخدم الموقف فيما يتعلق بحماية المدنيين من جانب والوصول إلى حل والتسوية بين الأطراف من جانب آخر؟ نعم أستاذ عبد الحكيم، أعتقد أن هناك يعني في وقت سياسي حراك من قبل المجتمع الدولي يعني لمعالجة تداعيات هذه الأزمة أو هذا التحرك العسكري الأخير، وبدأت كما تعلم حضرتك ويعلم السادة المشاهدين بتصريح يعني حاسم للأمين عام الأمم المتحدة الذي قال فيه لا يوجد حل عسكري ويجب أن تحل المشكلة بالطرق الدبلوماسية، وأيضا بعد ذلك بتصريحات مختلفة سواء من نائب رئيس الوزراء الإيطالي أو من أحد المسؤولين البريطانيين أو الحقيقة حتى السفارة الأمريكية في
في طرابلس ومن دول أخرى. كل هذه التصريحات كلها تصب في اتجاه أن التصعيد العسكري هذا التصعيد الأخير لا يخدم مصلحة ليبيا، وهو يأتي في الوقت الخطأ وفي المكان الخطأ، وبالتالي خاصة نحن على أعتاب إقامة المؤتمر الوطني الجامع، وهذا مؤكد عليه حقيقة بشكل لا ينسى فيه الأمين العام للأمم المتحدة عندما قال نحن يعني ذاهبون أو نضغط اتجاه حل الأزمة الليبية عبر الملتقى الوطني الجامع يعني. ولذلك هذا التصعيد العسكري ستكون له أثار الحقيقة حتى على مستوى المدنيين كما قلت حضرتك. أنت تعرف حضرتك أن طرابلس تقريبا فيها ثلث السكان الليبيين، وأن طرابلس مدعمة، وأن طرابلس الحقيقة حواليها تشكيلات عسكرية الحقيقة متعاهدة، وأن هناك القلق وأن هناك مشاكل وأزمات اجتماعية يعني الليبيين يكفيهم كما يقال باللهجة الليبية يكفيهم ما فيهم. ولذلك نحن مهما كانت المبررات ومهما كانت الحقيقة الأهداف المتوخة من هذا التصعيد، لكن نحن الحقيقة يعني يجب أن نحل مشاكلنا بالطرق السلمية، ويجب أن نتقاسم المسؤولية، ويجب أن نرى أو نؤمن بأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ولا يجب الحقيقة لا يجب أن حتى نترك في هذه المسألة المجتمع الدولي يفرض رأي معين لأنه في المستقبل هذا الرأي سيصب في مصلحته، وسيستغل المجتمع الدولي الحقيقة هذا الاختلاف وهذا الخلاف وهذا الانشقاق بما يخدم مصلحته. صحيح أن المجتمع الدولي كما قلت لك وأعيد أنه لن يترك الأمور تتأذن بشكل أكبر، وإنما سيتدخل، ولكن في النهاية نحن نريد يكون القناعة ليبيا، وأن يكون الهدف ليبي، وأن يكون الحل ليبي ليبي. نعم هناك الحقيقة مشكلة يجب أن نراعيها بشكل جيد. نعم صدق. نعم اسمح لي أعود من جديد لسيد كامل المرعاش المتابع للشأن العام. اسمح لي سيد كامل يعني سؤال أخير فيما يتعلق بمستقبل الملتقى الوطني الليبي ومستقبل الحل السياسي، كيف ترى بوجهة نظرك بعد هذه التحركات، وكيف يجب أن تتعامل الأطراف فيما بينها؟ أنا في رأيي ليس هناك تناقض بين الحراك العسكري الجاري على الأرض الآن وبين المسار السياسي، لأن الاثنان يتأثران ببعضهما البعض، وأقول لك كيف. عندما تحرك الجيش إلى جنوب غرب ليبيا وأصبح يسيطر على أكثر من 90% من الأرض الليبية، وجدنا هناك بعض التراجع من السيد السراج، بعض التراجع من بعض الميليشيات التي كانت تتعدد، وكان نتيجتها اجتماع أبو ظبي على الأقل لعقد تفاهمات حول مسألة تنظيم الانتخابات بعد أن عطلها السيد السراج لأكثر من مرة، وهي كانت نتاج لاتفاق باريس 1 و2 واتفاق باليرمو أيضا. ولكن المشكلة السيد سراج ليس شريك فعال يمكن عقد اتفاقات معه تفضي إلى حل الأزمة الليبية وتفضي إلى تنظيم انتخابات. في كل مرة يتراجع السيد سراج تحت ضغط هذه الميليشيات، هذا جانب. وحتى المحاولة الأخيرة كان هناك اجتماع يوم 26 في جنيف لاستكمال ما تم في الاجتماع الأول في أبوظبي، وتراجع تردد السيد سراج الذهاب إلى جنيف بعد أن ضغطت عليه الميليشيات بأن لا يعقد أي اتفاق مع قائد الجيش الوطني الليبي. كان إصرارهم دائما على يعني إقصاء الجيش من أي معادلة، بل بعضهم يقول أن هذا الجيش ليس جيش ويقوده جنرال متقاعد وأسير حرب، يعني كل هذه الأوصاف وكل هذه الألقاب التي وضعوها وهذه الأوزار التي وضعوها على الجيش، ولكن على الأرض كان الجيش يتحرك وكل يوم هناك إنجاز جديد. إذن المسألة أصبحت تعنت من بعض هذه الأطراف. اثنين، أن سيد سراج ليس شريك لأنه لا يتحكم في نفسه بل هناك قوة تتحكم فيه. وإذن وحال الليبيين، حال الليبيين من سيء إلى أسوأ. الفساد منتشر، لا صحة لا تعليم
لا مياه لا كهرباء. وهذه الحكومة الفاسدة ليس همها إلا نهب الأموال وسرقتها وتحويلها إلى الخارج، إما أن تصادر عند التونسيين وإما أن يفلت بها إلى تركيا وإلى باقي بلدان العالم. هل يستمر الجيش يتفرج على هذه المأساة التي يعيشها الليبيون؟ بالطبع لا، لا بد من وضع حد لهذه الفوضى، لا بد من وضع حد لهذا النهب الممنهج لثروة الليبيين. هؤلاء النصوص الذين أتوا بهم السراج وغيره لم ينتخبهم الليبيون، لم يختارهم الليبيون، أتوا بهم ما يسمى بالمجتمع الدولي، وأصبحوا يعني مع هذا المجتمع مع بعض الأطراف يسرقون ثروة ليبيا ويحرمون ليبيا من الاستقرار. لا بد من تحرك الجيش، وهذا لا يمنع أبدا من تفكيك هذه الميليشيات والذهاب إلى المؤتمر الوطني الجامع وتنظيم انتخابات. هذه المرة هناك ضغط عسكري ربما يؤدي إلى مخرج سياسي بعد الضغط على هذه الميليشيات وتفكيكها، وهي بالمناسبة هي من عطلت كل الحلول. اتفاق الصغيرات من عطله؟ عطلته الميليشيات. انتخابات 2014 من عطله؟ عطلته الميليشيات التي فجرت حرب فجر ليبيا التي دمرت النسيج الاجتماعي لليبيا وقسمت البلاد إلى قسمين. إذا نحن نتحدث عن تحرك ربما ما يؤدي لهؤلاء الطامعون والواهمون بحكم ليبيا. هناك مدينة تريد أن تحكم ليبيا، ميليشياتها يريدون حكم ليبيا تماما، وهذه أوهام لم يتخلصوا منها بعد، لن يستطيعوا حكم ليبيا. هذه مدينة مارقة، يجب محاسبة الشرادم التي تسيطر على هذه المدينة والذين خلقوا دولة داخل دولة. لن نسمح لهم بحكم ليبيا ولن يحكموا ليبيا. إذا أرادوا أن يتشاركوا معنا في حكم ليبيا أهلا وسهلا، بيننا صندوق الاقتراع. أما أن يفرضوا شروطهم بالاستعانة بأطراف إقليمية قطر تركيا إيطاليا فهذا لن يكون. الشعب الليبي قال كلمته، الجيش الليبي قال كلمته، وسوف ينهي هذه الفوضى على مدار الأيام القادمة إن شاء الله. نعم، شكرا لك سيد كامل المرعاش المتابع لشهد العام، كنت معنا عبر الهاتف ما بالسيد محمد شبار والسيد أيضا الدكتور مسعود السلامي. ففاصل قصير ونستكمل وإياهم هذه الحلقة من لايف، مشاهدينا ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في لايف. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه تفاجأ من حالة التصعيد العسكري والتصريحات الحادة من عدة أطراف ما يهدد أمن المدنيين، مشددا على أهمية الحل السياسي بعيدا عن أي حل عسكري. وعندما أتيت إلى ليبيا وفي طريقي إلى ليبيا فوجئت بعدد التحركات العسكرية والبيانات والتصريحات السياسية التي تقلقنا كثيرا. أود أن أناشد وبقوة أناشد كل اللي بالنسبة لي جميع التحركات، إيقاف التحركات العسكرية، ومناشدة لاحتواء الوضع والتهدئة وإنهاء التصعيد العسكري والتصعيد اللغوي، تصعيد اللغة المتداولة في البيانات. وقد التقيت اليوم بالسيد رئيس وشاركنا تشاطرنا الإدراك والإقرار بأنه ليس هنالك حل عسكري لأي مشكلة في البلاد، وليس هنالك حل عسكري للمشاكل في ليبيا. الحل يجب أن يكون سياسيا، ومن الضروري أن يكون الحل السياسي قويا. نعم، ومن خلال الحوار. غوتيريش أضاف في مؤتمر الصحفي من طرابلس أن ما تريده الأمم المتحدة هو إنهاء التصعيد والتحلي بضبط النفس، إلى جانب ضرورة أن يكون المناخ الذي يعقد فيه الملتقى الوطني الجامع جيدا ولا يمكن أن ينعقد في ظل هذه الظروف.
ما نريده هو بالضبط هو أن هذه التحركات تنتهي وأن وإعادة الوضع الهادئ أو التهدئة في البلاد، لأن هذا وضع أو عنصر مهم لعقد الملتقى الوطني. من الضروري أن يكون المناخ الذي يعقد فيه المؤتمر الوطني هادئ، إذن من المهم إنهاء التصعيد وأن يكون التحلي بضبط النفس والتهدئة. لم تنتهي مهمتنا بعد، وآمل عند انتهاء المهمة غدا سنتمكن من أن تكون لدينا صورة واضحة حول الوضع، وفي نهاية المطاف إذا كان بالإمكان أن تكون لك مبادرة لإجراء الحوار وهو ما يهمنا أن نقوم به إذا تمكننا من حصول على اتفاق بهذا الشأن. ولكن بالضبط لأننا نؤمن بأن من المهم إعادة تهدئة الوضع من أجل إنجاح الملتقى الوطني. من الواضح لن يكون هناك ملتقى وطني فيها في ظل ظروف مثل هذه الظروف، ولكن من أجل إنجاحه علينا أن نهيئ الظروف والبيئة الملائمة وإيجاد الحلول. الحلول لا توجد في بيئة تسودها المواجهات. علينا أن يكون هناك الحد الأدنى من الاتفاق والتوافق. ننتقل إلى السيد محمد الشكري مدير الرعاية الصحية في الأمانة العامة للهلال الأحمر لمعرفة استعدادات الهلال والإجراءات المتخذة من قبلهم لحماية المدنيين واحتواء الموقف. أهلا بك معنا سيد الشكري في لايف. أهلا وسهلا بك أخي كريم، وجمعة طيبة لك وللمشاهدين والمستمعين للقناة الكريم. أهلا بك. ما هي الإجراءات التي اتخذها الهلال الأحمر لمحاولة احتواء الموقف أو حماية المدنيين وكل ذي التفاصيل؟ والله يا سيدي الكريم، نحن من أمس قمنا بتشكيل غرفة طوارئ للهلال الأحمر فرع طرابلس، واتخذنا جميع الإجراءات الوقائية، قمنا باستعداد من حيث السيارات الإسعاف، وقمنا بتجهيز بعض المواد الإغاثية. طبعا بما تعرف أن الاشتباكات لحد الآن لم تصل إلى وسط مدينة طرابلس، نعم تعتبر في ضواحي مدينة طرابلس، ولكن تحسب اللي طارئ نحن مستعدين على تم الاستعداد إن شاء الله لإخلاء بعض الإسعاف أو لتقديم المعونة من حيث الوجه من الإنسان إن شاء الله. نعم، كيف يمكن التنسيق بينكم وبين المستشفيات التي رفعت درجة التأهب القصوى في طرابلس ومحيطها وفي المناطق، وصلت حتى مستشفى مزدة في بعض الأخبار تقول؟ طبعا زي ما تعرف يعني احنا الهلال الأحمر فرع طرابلس، وجود يعني الهلال الأحمر بكامل فروعه في انحاء البلاد، نحن لسنا الوحيدين الذين نشتغل على الإسعاف في مدينة طرابلس. لدينا جهاز إسعاف الطوارئ، لدينا جميع وزارة الصحة وجميع الأجهزة الأخرى تقوم بمساندتنا وتقوم بنفس الواجب طبعا. والمستشفيات، بالنسبة للمستشفيات على تم الاستعداد لاستقبال الجرحى، ويعني احنا منسقين معهم ان شاء الله ومستعدين لطلب. نعم، ما الذي تحتاجونه سيد الشكري؟ احنا طبعا زي ما تعرف اخي كريم، مش ليست هذه التجربة الأولى لنا يعني في مثل هذه الأحداث. صحيح، طبعا عادة تنقص بعض الأدوية، تنقص بعض السيارات للإخلاء والإسعاف وبعض المواد الغذائية. إلى الآن لم نتلقى أي اتصال من بعض العائلات. الوضع هذا نوعا ما مدينة طرابلس. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد محمد شكري مدير الرعاية الصحية في الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي. وما يزال معنا أيضا الدكتور مسعود سلامي أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي، وسيد محمد شبار المحلل السياسي والمهتم بالشأن العام من طرابلس. إلى سيد دكتور مسعود سلامي، يعني الآن في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع القائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر. برأيك ما الملفات التي ستطرح وكيف يمكن تسوية الوضع وإيقاف ربما التحركات العسكرية أو التصعيد العسكري وهذه اللهجة؟ دكتور مسعود،
دكتور مسعود هل تستمع إلي؟ نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال مع دكتور مسعود. أستاذ محمد تستمع إلي الآن؟ أستاذ محمد شبار. نعم نعم. أحيل لك ذات السؤال، يعني كيف يمكن اللقاء الذي ينعقد في هذه اللحظات مع بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وسيد المشير خليفة حفتر، كيف يمكن أن يعمل على إيقاف التصعيد العسكري وإيقاف التصعيد في الخطاب واللهجة بين الأطراف المتنازعة الآن؟ أعتقد أن نفس الطلبات التي طلبت من السيد السراج نفسها ذات الطلبات ستكون في القائد العام للقوات المسلحه. اعتقادي انه سيطلب منه التهدئه، سيطلب وقف العمليات العسكريه من اجل يعني تهيئه الظروف المناسبه لعقد الملتقى الوطني الجامع الذي تحدث عنه السيد غوتيريش بانه سيتم تاجيل هذا الملتقى لان هذه الظروف غير ملائمه لعقد ملتقى من هذا الحجم. اعتقد ان هذه جل الطلبات التي تتقدم سواء كان للسيد عديله او حتى للسيد خليفه حفتر. اعتقد ان هذه الطلبات هي طلبات ستتم من خلال ايضا حتى البيان المغامري اللي يحصل من مجلس الاعلام اليوم. اعتقد ان الطلبات ستكون وقف العمليات العسكريه بشكل واضح وجلي، ومن الممكن جدا ايضا يتم التوقيت بمثلا تاجيل المنطقة الوطني الجامع باعتبار ان الظروف اعتقد انها متوتره بشكل كبير سواء كان في المنطقه الغربيه او في منطقه الجبل. اليوم نتحدث عن عمليات عسكريه ستكون في داخل مدينه غريان. نعم. هذا امر اعتقد انه هو سيء جدا داخل مدينه غريان، يعني يتحارب يعني شباب مدينه غريان مع بعضهم البعض. ايضا من الممكن جدا ان توجه رساله واضحه للسيد خليفه حفتر ربما، وهذا من الممكن جدا. اعتقد ان هناك بعض المؤشرات يعني فيما يتعلق ب العقوبات التي ستفرض على كل الاشخاص او الجهات او المؤسسات التي تقوض عمليه السلام وتقوض عمليه التنسيق قدمت باتجاه الملتقى الوطني الجامع. نعم اشكرك، اشكرك جزيل الشكر سيد محمد شبار المهتم بالشان العام والمحلل السياسي، كنت معنا من طرابلس. واعود من جديد الى الدكتور مسعود السلامي استاذ العلاقات الدوليه والقانون الدولي. هل تستمع لي الان بشكل جيد دكتور مسعود؟ نعم استاذ عبد الحكيم استمع عليك بشكل واضح. نعم نعم. جلسة مجلس الأمن اليوم التي جاءت بطلب من المملكة المتحدة، وما تتوقع مخرجاتها كيف ستكون، خصوصا بأن الأمين العام للأمم المتحدة موجود في ليبيا وتابع عن كثب وعلى أرض الواقع ما يحدث؟ نعم نعم. أعتقد أن جلسة مجلس الأمن يعني التي أتت بطلب من بريطانيا أو المملكة المتحدة الحقيقة سيصدر عنها بيان واضح الحقيقة، وهو أن لا بديل عن العملية السياسية في ليبيا، وأن هذه التحركات العسكرية يجب أن تتوقف ويجب أن يجلس المتخاصمون على طاولة الحوار ويصلوا إلى اتفاق مشترك ويذهبون معا إلى المؤتمر الوطني الليبي الجامع، وإذا كان هناك خلافات أو اختلافات فليختلفوا هناك على طاولة المفاوضات في إغدامس، وأن يتوصلوا إلى حل يخدم مصلحة الجميع، يخدم مصلحة الليبيين ويخدم مصلحة هذه الأطراف في نفس الوقت. نعم. أما بالنسبة الحقيقة هذا ما سيصل إليه مجلس الأمن، لا أعتقد أن أبدا أن مجلس الأمن سيقر هذه العملية، ولا أعتقد أيضا أنه مجلس الأمن سيسمح بأن تذهب ليبيا إلى الأسوأ، أو الحقيقة تذهب العاصمة وضواحيها إلى اقتتال لن يكون فيه أي أحد رابح. نعم لكن اسمح لي، يعني
هذه الجلسة ستكون مغلقة، ليست على غرار جلسات أخرى ربما تكون مفتوحة، وبالتالي هل الدول المشاركة في هذه الجلسة ربما ستدلي بدلوها حول ما تريده بطبيعة الحال من ليبيا أو مبتغاها، أم ستكون مخرجاتها جدية وحازمة ونافذة المفعول؟ نعم نعم، هي من حيث أن هذه الجلسة ستكون مغلقة أتفق معك في الأسباب، وهي أن هذه الدول وهي الحقيقة دول متخاصمة بالنسبة للواقع الليبي وبالنسبة للأزمة الليبية، وجزء كبير من الأزمة تحركه مصالح هذه الدول، وهذه المصالح في الحقيقة في العادة هي مصالح مختلفة، ولذلك جاءت الجلسة مغلقة حتى تستطيع الدول تتحاور أو تتناقش، هذا يؤيد أو هذا يتماهى مع هذا الطرف وهذا يتماهى مع هذا ذاك الطرف وهكذا، ولكن في الحقيقة المحصلة النهائية لن يكون هناك قرار لرأيين مختلفين، سيكون هناك رأي واحد، والاحتمال الأصح والواقع الفعلي هو أن لا يستطيع مجلس الأمن أبدا مهما كانت مصالح الدول أن يقر هذا الاقتتال، ولا يستطيع مجلس الأمن في جلسته أن يقول للليبيين استمروا في القتال ونحن من ورائكم نحقق مصالحنا، وإنما سيقول مجلس الأمن بوضوح لا يعني لا نقص فيه أن هذا الاقتتال يجب أن يتوقف، وأن لا ليس من مصلحة أحد أن يستمر هذا الاقتتال، خاصة وأن كما قلت لك أن الأمين المبعوث الأممي غسان سلامة الحقيقة يضغط في هذا الاتجاه، وأن حتى الدول التي مصلحتها ربما يعني تتماهى مع طرف معين عندما تنظر لواقع العاصمة أو عندما تشاهد الواقع الديمقراطي والواقع العسكري والواقع من جميع الجوانب والواقع حتى الاقتصادي، فلا أعتقد أنها يعني ستكون أنانية إلى الحد الذي تقول فيه لا يعني تقول فيه المجلس الأمن نحن نريد الاقتتال في طرابلس ونحن نريد أن تصل الأمور من الناحية العسكرية إلى المنتهى، لا أعتقد هذا أبدا، وليس هناك أي دواعي لا أخلاقية ولا دواعي إنسانية تسمح بذلك، فأعتقد أن جلسة مجلس الأمن يعني ستكون مهمة الحقيقة وهي في وقتها، وهي أيضا دلالة أستاذ عبد الحكيم على أساس أن المجتمع الدولي ما هو اشترك ليبيا لحالها، وأن نعم. المجتمع الدولي لا يتفرج، صحيح أنه يتحرك من أجل مصالح وهذا مفهوم في لغة السياسة الدولية وفي لغة السياسة بصفة عامة، ولكن يعني ليبيا بالنسبة لي مهمة للعالم كله، ولذلك تحركت بريطانيا ولذلك صرحت أمريكا ولذلك حتى الدول العربية التي بعض الدول العربية يعني التي وجهة نظرها ربما تكون ضبابية يعني صرحت طيب. واحد هي كلها ذهبت في اتجاه كل هذه الدول ذهبت في اتجاه إيقاف هذه التحركات وعدم إدانة أي أحد، وأن الأمور لابد أن يكون هناك ضبط نفس ولابد أن يكون هناك في النهاية رأي أخوي، رأي لأننا نحن ليبيون. وهناك نقطة أخيرة أستاذ عبد الحكيم، عندما نتكلم نحن على أن هذه العملية لا تخدم مصلحة أحد، نحن لا نحاكم الواقع الليبي طيب. لا نحاكم الواقع سواء في المنطقة الغربية أو المنطقة الشرقية، فنحن نعرف أن الأزمة الليبية ونعرف أن هناك حكومات الحقيقة متخاصمة وهناك واقع سلبي وأن الليبيون طيب دكتور. الحقيقة يعني في واقع سيء وأن هناك فشل سياسي وأن هناك، ولكن في المحصلة نحن نحاكم هذا التحرك من حيث أنه هو تحرك ولا نربطه بواقع، الواقع سيء جدا، الواقع غير مطلوب جدا، الواقع يجب أن يتغير جدا، ولكن يجب أستاذ عبد الحكيم هذا الواقع أن يتغير من خلال وقفة جادة للليبيين الذين سيجلسون الحقيقة في إخدامه خلال 10 أو 9 أيام القادمة ويتحاوروا ويتناقشوا ويتخاصموا لك في النهاية يصلوا إلى حل، ويجب على المجتمع الدولي ويجب أن يتحرك سلامة أكثر وأكثر وأكثر، ويجب أن يكون واضح أكثر وأكثر، ويجب أن يسمي الأمور بمسمياتها،
ويجب على أن نخرج من هذه الدوامة، وبعد ذلك الذي نعم دكتور يشارك الحكم أو يحكم هذا يعني لماذا في النهاية طيب. وليمي. لكن الحقيقة نحن قلبنا كما يقول قلبي على وطني، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا أستاذ عبد الحكيم. نعم أشكرك جزيل الشكر الدكتور مسعود سلامي أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي، كنت معنا عبر الهاتف في لايف، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات وكل هذا الإيضاح. هكذا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة مشاهدينا من لايف، على أمل أن نلتقي في حلقة أخرى. حفظ الله ليبيا.